السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. نبارك في هذه الأيام، أيام النصر التي لا زال يعيشها أبناء الشعب العراقي، والذي نحتفي به في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل آن. نبارك لشباب ائتلاف 14 من فبراير إعلان مجلسهم السياسي ليكون جزءا أساسيا من حركة التغيير في البحرين الشقيق، والتي انطلقت منذ عقود وليس منذ سنوات. وكلما ظن الخائفون منها أو غير المناصرين لها أنها أحبطت أو توقفت، تزداد جذوة وتنطلق من جديد. نبارك لهم مسيرتهم السلمية التي كانت ولا زالت سلمية، ولعل من أهم أسباب وعوامل قوة هذا الحراك وهذه الثورة وهذه المسيرة هو الإصرار على سلميتها. وكما أشار الأخ العزيز الحاج أبو إسراء في كلمته، أننا في العراق نمتلك تجربة واضحة لا يستطيع أحد أن يتجاوزها، وعجيب أن تتجاوز هذه التجربة ممن هم قريبون عليها، سواء من الناحية الجغرافية أو من الناحية الثقافية والدينية والاجتماعية، حيث عاش العراقيون عقودا تحت نير الطاغوت والديكتاتورية والظلم، والتي مارس فيها البعثيون كل أنواع التجبر والتعسف والقمع والاستهتار بحقوق الناس وبعقيدتهم وبآمالهم بآلامهم وبآمالهم. ولكن النتيجة كانت انتصارا للأمة وانتصارا للشعب الذي بقي مصرا على رسالته وأهدافه وثورته. ولعل كلمة القائد الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه لا زالت مدوية في آذان الجميع، ليس في آذان العراقيين فحسب، بل في آذان كل دعاة التغيير والثورة والإصلاح، أن الجماهير أقوى من الطغاة، قد تضعف ولكنها لا تستسلم. وهذا هو العراق دليلا، وهذه هي البحرين دليلا أيضا على أن دليلا أيضا على أن الجماهير لا تستسلم. مهما اشتد الظلم ومهما اشتد القمع، فإن ردة فعل الأمة تتناسب مع شدة هذا القمع والظلم والتعسف عطاء وصبرا وثباتا. نتمنى لشعبنا في البحرين مزيدا من الثبات والصبر حتى تحقيق المطالب المشروعة في الإصلاح والتغيير نحو حكومة يشارك فيها هذا الشعب، كما تحدث الذين يشاركون في كل هذه المناسبات، ليس اليوم فقط وإنما طيلة الفترة الماضية، أن شعب البحرين صبر صبرا عظيما في عدم دفعه باتجاه العنف. ربما هنالك من كان ولا زال وسيبقى يحاول دفعكم إلى الخروج عن مسيرتكم السلمية من أجل تشويه أهداف هذه الثورة. إن الانتصار الحقيقي الذي حققتموه ولا زلتم هو ثباتكم على سلميتكم. العالم بأسره يقف معكم في مطالبكم المشروعة، ونحن في العراق هذا الشعب الأبي الذي عانى من ظلم الدكتاتورية ولا زالت آثارها قائمة بيننا، فبعد مضي 15 عاما على التغيير، ولكن ضحايا النظام لا زال الكثيرين منهم إلى الآن لم ينصفوا إنصافا حقيقيا، ولا زالت المعاناة مستمرة، حيث إلى الآن لا زلنا نعيش بين ضحايا ذلك النظام من الذين تعرضوا إلى التعذيب في السجون، أو الذين فقدوا أحباءهم وأعزائهم في المقابر الجماعية، أو في حروب النظام العبثية، أو في غيرها من الممارسات الدكتاتورية. ولكننا صبرنا فانتصرنا. أظن أن صبر البحريني وشعبه سيحقق لهم انتصارا يتناسب مع هذا الصبر ومع هذا العطاء. تحية مرة أخرى لكل ثائر مطالب بحقه لا يريد إلا الإصلاح، وتحية للشعب العراقي ولشهدائه ولجرحاه ولمجاهديه في ذكرى الانتصار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.